السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرماوي، قناة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. هنا طبعا هيبقى مراجعة إن شاء الله على الوحدة الأولى في ثالثة ثانوي. بالتوفيق لكل الطلبة، بس ما ننساش نصلي على حبيبنا وشفيعنا سيد محمد رسول الله، ونشترك في القناة ونفعل الجرس ونترك تعليقنا على الفيديو عشان نقدر نطور القناة. مع تحياتنا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، وانتظر مراجعات على جميع الوحدات إن شاء الله. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one. The family picnic was. رحلة الأسرة كانت was when there was a sandstorm. كان في عاصفة رملية. And we had to stay indoors. واضطرينا نقعد في البيت. هل كانت relaxed ولا ruined دمرت، ولا comforted مريح، ولا announced؟ طبعا اقول the family picnic was ruined، كانت مدمرة او سيئة. when there was a sandstorm، لما كان في عاصفة رملية. number two. workers at the factory، العمال في المصنع. better pay، مرتب افضل. and shorter working hours، وساعات عمل اقصر. هل اقول calmed يهدأ، ولا reject يرفض، ولا demand يطالب، ولا tell؟ طبعا demand، لان demand عارف معناه يطالب بحق من حقوقه. number 3. number 3 بيقول لي طبعا ميدو وان ريسز ات سكول، ميدو فاز بسباقات فين؟ في المدرسة. but he is، ولكنه as he didn't follow the correct route، لكنه لم يتبع correct route، يعني الطريق السليم. هلا اقول بقى هنا ايه، ميدو وان ريس ات سكول بط، هي از ا جينيوس عبقري، ولا بريف وشجاع، ولا اتشيت غشاش، ولا بريليانت رائع. تبقى تشيت غشاش. as he didn't follow، لانه لم يتبع the correct route، الطريق الصحيح. number 4. to is to ask for something، لما تطلب حاجه. in a very strict and serious way، لما تطلب حاجة بطريقة شديدة و serious يعني جادة. هل هي suggest يقترح، demand يطالب، ولا سبوك، ولا claim يدعي؟ طبعا هتبقى demand، لأن demand يطالب شيء بحق، فبيطلبها دايما بقوة وبجدية. number 5. to is to believe in a dishonest way، يعني معناها انك behave تتصرف in a dishonest way بطريقة غير أمينة. to get something عشان تاخد شيء ما. هل تشافي، ولا تشيت، ولا تشينج، ولا تشارج؟ طبعا سهلة، هتبقى تشيت طبعا الغش، انك تاخد حاجة in a dishonest way، تاخد حاجة بطريقة غير امنة. number 6. means copying، معناها انك تنسخ. and selling وتبيع someone's work illegally، عمل شخص ما illegally يعني بدون، بطريقة غير قانونية او غير شرعية. هل بايرسي، ولا برايفسي، ولا بريفري، ولا برايسي؟ طب بايرسي، بايرسي اللي هي القرصنه، قرصنه يعني سرقه، باخد حاجه مش بتاعتي، ولا برايفسي خصوصيه؟ طبعا تبقى الاولى بايرسي اللي معناها قرصنه. نمبر 7. نمبر 12. انت باست في البيبل، في الباست في الماضي. اول فاليجز كل القرى. had a or an who could make things from metal، اللي بيقدر يصنع things اشياء من الميتال المعدن. هل هو بلومر، ولا blacksmith، ولا اوكولست، ولا convict؟ طبعا ان ظبطت اقول بكل فرق بيبقى عندها a blacksmith، حداد. who could make things from metal، اللي بيقدر يصنع اشياء من المعدن. number 13. Two dangerous escaped from Abu Zahbal last night. اتنين ايه هربوا من ابو زعبل ليلة امبارح. هل two merchants، two judges، two convicts، two innocent؟ طبعا innocent يعني بريء، هتبقى convicts اتنين متهمين، يعني two prisoners او two accused، اتنين متهمين escaped from prison، عارفين متهم يعني convict، ممكن accused، وفي suspect مشتبه تمشي، لكن innocent، innocent دي معناها ايه؟ شخص بريء. number 14. the house can't be built in this plot، المنزل لا يمكن بناؤه in this plot. plot مش معناها مؤامرة او مكايدة او خطة، لا، plot معناها خطة ارض. يبقى المنزل مش هنقدر نبني على خطة الارض دي. as there is a
It is always wet. إنها دايما wet مبتلة. هل في مارش ولا مارش ولا مارس ولا مارجن؟ Number 22. A or an is a newspaper that has large sheets of paper. هي جريدة لها large sheets of paper يعني صفحات جرايد عريضة. And few photos وصور قليلة. معناها كده هي حاجة رسمية يعني. هل هي a tabloid جريدة رسمية ولا leaflet نشرة دورية ولا broadsheet معناها جريدة غير رسمية ولا بروشير؟ طبعا هتبقى tabloid اللي هي الجريدة الرسمية زي الأهرام الأكبر دي اسمها tabloid. Number 23. نفس النظام is a newspaper that has small pages with stories about celebrities. هي جريدة ورقها صغير ولها فيها ستوريز قصص about celebrities عن المشاهير اللي زي بنسميها جرايد الصفراء يعني. هل تابلويد ولا ليفلت ولا برود شيت؟ طبعا برود شيت. برود شيت دي جريدة بتبقى وراها صغير غير الجرايد الحكومية كده وفيها طبعا فضايح للكلام ده. Number 24. مستر برماوز بوينت اوف فيو فور الاهلي. وجهة نظر مستر برماوي بالنسبة للأهلي is very obvious واضحة جدا. هل هي بيست ولا بايست ولا بيكت ولا بريكت؟ طبعا بايست يعني رأيه المتحيز، يبقى رأيه المتحيز النادي الأهلي is very obvious واضح جدا طبعا أهلاوي وأفتخر. Number 25. spin gives the same meaning of. كلمة spin بتعطي نفس معنى، احنا خدنا spin قبل كده معناها يدور يدور او يلف كفاعل، لكن أناون كاسم معناها ايه؟ معناها تحيز. Number 32. How long ago your studies. طبعا احنا عارفين لما تكون السؤال بهاو لونج دايما بيجيب وراها مضارع تام have او has وباست بارتيسيبل او هاف بين وهاز بين وجيراند اللي هو مضارع تام مستمر او مضارع تام، لكن طالما قال لها هاو لونج اجو يبقى على طول اسال في الماضي البسيط، بقول هاف يو فينيشد ولا دو يو فينيش ولا ديد يو فينيش. فيري جود، هتبقى ديد يو فينيش. نمبر 33. علي از يوزد تو. احنا عارفين لما يوزد تو يا ولاد يجي قبلها ده كلنا عارفين طبعا يجي قبلها فيرب تو بي، يعني علي از او علي جيتس او علي بيكمز يوزد تو، يبقى على طول رغم ان في تو هجيب وراها جيراند فعل منضاف له اي ان جي طالما الفاعل عاقل، لان علي ده عاقل يبقى بالتالي دي معناها اتعود على عاده ما زال يفعلها، معناها هي از ستيل سموكينج ما زال يدخن. نمبر 34. اويك اجو منذ اسبوع اي باي وان اوف ماي فريندز تو ا كونسرت. طبعا طالما قال لي اويك اجو عارفين طالما اويك اجو. نمبر 42. Oh, I my pen. How can I do my work now? بالأيوة القلم بتاعي ازاي اعمل واجب دلوقتي؟ طالما قلت اوه يبقى حاجة لسه حاصلة حالا، يبقى الفعل تم منذ فترة وجيزة، يبقى اقول I have lost, I lost, I had lost, I am lost. طبعا I have lost اختصار I have lost لقد فقدت ايه قلمي. Number 43. She has worked in this bank. هي شغالة في هذا البنك a long time. طالما قال لي طبعا a long time هاخد since ولا for. very good، يبقى قولي for a long time، لأن قلنا مع since هتلاقي محدد for مثلا since مثلا 1980 سنة 80 بيحدد since Monday يوم الاثنين since July وهكذا، يبقى تلاقي في تحديد للشهر. قال لك مدة طويلة ages for 3 years 2 years، بختار ايه مضارع تام. number 44. Have you finished studying؟ هل خلصت مذاكرة؟ You have just entered your room. بس انت لسه داخل اوضتك. طبعا هنا لما السؤال يقول لي have you finished يبقى عندي اجابتين صح، يا اما اقول yet يا اما اقول already. واحدة يقول لها مستر بس already في الاثبات، لا بتيجي في السؤال زي هنا كده لما يكون في حاجة unexpected حاجة غير متوقعة بقول يا. Number 52. Is something or she you do to help make something successful. حاجة بتعملها عشان يساعدك to make something successful، تخلي الشيء ده successful ناجح. هل هي contraction
contribution, connection, concentration. Very good. تبقى contribution مساهمة أو تبرع، يبقى حاجة أنت بتعملها عشان تساعد شيء على النجاح. Number 45. N is an unfair. عارفين fair يعني عادل، unfair يعني غير عادل، وunfair or unreasonable. unreasonable يعني غير معقول، opinion برأي غير عادل أو غير معقول أو غير عقلاني. As you don't have enough knowledge، لأن ما عندكش معلومات كافية. هل هو prediction ولا precaution؟ prediction لو التنبؤ، precaution حذر، ولا permission إذن، ولا prejudice؟ طبعا prejudice اللي هي ايه، التحيز أو التحامل أو التعصب، اللي بتساوي لو فاكرين ما كنا بقول spin. spin معناه برضو التحيز، أو bias اللي هي تعصب أو تحيز. Number 54. A or an means a fixed idea. A fixed idea يعني فكرة ثابتة about what a person or a thing is like. عن شكل الشخص أو شكل الشيء، يبقى حاجة ثابتة في الرأي أو الشكل. هل هي ثرة النظرية، ولا stereotype وجهة نظر ثابتة، ولا fact حقيقة، ولا imagination؟ تمام، stereotype معناها شيء تقليدي أو شيء ثابت لا يتغير. على حاجة نمطية، نمطية يعني ثابتة. Number 55. In a bid against pollution، في محاولة ضد pollution التلوث. Farmers have to stop، الفلاحين لازم have to stop، مضطرين يوقفوا. Burning حرق ايه بقى، struggle ولا straw ولا street ولا stream؟ طبعا store اللي هو القش، يبقى محاولة لتخفيف التلوث لازم يبطل الفلاحين حرق الايه، القش. 56. Jewelers الجوالدية are in examining precious stones. Precious stones يعني أحجار كريمة. يبقى jewelers الجوالدية unskilled ولا disappointed ولا experts؟ طبعا هتبقى experts. يبقى الجوالدية دول experts، خبراء. In examining، في فحص precious. Number 62. The elephant is than a cow. عندي هنا كلمة than، يبقى أنا في comparative مقارنة بين اتنين، يبقى أقول much big ولا much bigger ولا the biggest ولا less big؟ طبعا أقول much bigger. طبعا أقول bigger ده يعني أكبر من، دي مقارنة بين اتنين. لما عاوز أبالغ فيها بقى أروح أقول a lot bigger than، much bigger than، far bigger than، even better than، rather bigger than، وهكذا. Number 63. I have two sisters، أنا عندي أختين، ألاء and إسراء. But ألاء is the. طبعا في ناس هتلاقي the جاري هتروح بقى the oldest أو the eldest، لا ما ينفعش، عشان بقول عندي أختين فقط، ألاء وإسراء، يبقى أقول but إسراء is أصلها the elder أو the older of the two. بين المفروض تقول the elder of the two يعني الأكبر في الاثنين، يبقى أخد إيه، letter A و B، بأخد الأخيرة. Number 64. This t-shirt is short، التيشيرت ده قصير. Can I have one، ممكن تجيب لي واحد إيه بقى، عايز أقول واحد أكبر، رغم ما فيش برضو هنا than، يبقى can you get me، ممكن تجيب لي، أو give me، تجيب لي a bigger one أو a longer one أو a shorter one، باخد letter C a bigger one يعني واحد أكبر. أصلها bigger than this يعني أطول من ده، أو longer than this يعني أطول من ده. Number 81. Water is the expensive of all liquids. طالما قال لي of all liquids، من كل السوائل، يبقى دي اسمها صيغة تفضيل. يبقى أقول more ولا less ولا least ولا most؟ طبعا طالما ذا بالماء دي أرخص حاجة، بإذا ليست طبعا تنفع ذا مصر، بس المعنى هنا بقى الماء يعرفين أرخص حاجة في السوائل، بإذا ليست expensive of all liquids. Number 82. My friend earns money than I do. صديقي بيكسب فلوس، than I do أكتر من أنا بكسب، ولا طالما في than يبقى في حاجتين. طب الماني بتعد ولا متعدش؟ الماني لا تعد، يبقى لا ينفع few ولا fewer، يبقى أقول more. يبقى earns more money than me، ولو في لسه كانت تمشي، تكسب أقل مني.
number 83. She didn't do as work as I did. هي يعني ما بتقومش بشغل زي اللي انا بشتغله. طبعا خد بالك الجملة فيها as طبعا بيجي في وسطها ايه؟ الاسم. طب الورك ده بيعد ولا ما عدش؟ ما بعدش. يبقى ما ينفعش ايه؟ يبقى عندي يا اما لس. طبعا خد بالك as هي في اصل الصفة. يبقى اقول as much as. لا ينفع more ولا less ولا less لان مفيش تفضيل. Number 84. The harder you work. عارفين حاجة اسمها the more كلما التناسب الطردي والعكسي. انا بقول بدأ بزا ومعها اي ارهم. The harder you work. The harder جملة كاملة. Number 91. While I was doing my homework. وانا بعمل واجبي رانا the food. رانا كانت بتطبخ الاكل. لاحظ هنا was doing ماضي مستمر بفعل وده مستمر في نفس الوقت. انا بطبخ بتذاكر انا بطلع تلفزيون وبقرا جرايد. طالما الحاجتين مستمرين في وقت واحد يبقى اقول cooked ولا was cooking ولا had cooked ولا cooking. طبعا تبقى was cooking. ليه؟ عشان الحاجتين مستمرين. طب لو في حاجه قطعت حاجه خدت cooked الثانيه الاولى سوري. نمبر 92. فاطمه playing music. فاطمه بتعزف موسيقى on seeing her عند شهر. طبعا لاحظ يبقى عند رؤيتها يبقى الاسم. طبعا لاحظ هنا في الجمله فيها بلين. بلين ده فعل منضاف له ايه؟ ing. لا ينفع does ولا ينفع did. يبقى عندي is وعندي was. فانا اقول لك was فاطمه بلين ميوزك on see اصلها when I saw her عندما شفتها في الماضي. My father down as I was driving home. My car sorry. My car down اتعطلت as I was driving home. طبعا خد بالك هنا as هنا معناها because وبيكوز وراها ماضي مستمر. was driving كنت سايق. ايه اللي عطل من السواقة؟ ان هي العربية اتعطلت. يبقى هنا حدث قطع ايه؟ حدث. يبقى ده ماضي مستمر. يبقى اخد بروك ماضي بسيط. يبقى انا سايق العربية اتعطلت يعني وقفت. يبقى حدث قطع حدث. number 94. فاطمة when I rang the door. لما ضربت الباب. I felt sorry for waking her up. انا ندمت ان انا صحيتها. يبقى كانت مستمرة فين؟ في النوم. فاطمة was sleeping. كانت نايمة. when I rang the bell. لما ضربت الجرس انا زعلت ان انا صحيتها. يبقى كانت مستمرة. number 101. to look a child in this dark room. بقول طبعا it is ايه؟ هل هي ان انت look a child تحبس طفلة؟ it is cruel ولا fair ولا just ولا polite to look a child. عارفين look كان يعني يحبس او يقفل بقفل يعني. a child انك تحبس طفلة in a dark room as punishment كعقاب. very good. هتبقى it's ايه؟ it's unfair او it's cruel. عارفين cruel قاسي او عنيف. so unkind. 102. the teacher was with Judy. المدرس كان ايه مع جودي. as she replied to him rudely. لانها ردت على him عليه rudely بوقاحة. طبعا رود يعني وقح ورودلي بوقاحة. يبقى the teacher was across ولا cross ولا crossing ولا crossed. طبعا across حرف جر ما تنفعش. يبقى ناخد هنا cross هنا صفة بمعنى غاضب او عابس او حزين. 103. He is determined. هو مصمم and highly to achieve his dreams. هقول named ولا appreciated ولا motivated ولا respected. طبعا هقول he is determined and highly motivated. يبقى هو مصمم و highly motivated محفز ان achieve his dreams يحقق احلامه. 104. We all indebted to Dr. Zweil for the great. كلنا مدينين لدكتور زويل for the great he made to humanity. اللي حققها للبشرية. هل contributions ولا communications ولا qualifications ولا depression. very good. هتبقى contributions و contributions هتاخد made. يبقى contribution he made يعني ايه؟ الانجازات اللي هو حققها او contribution مساهمات اللي هو حققها. 105. Is a prize جائزة or sample or رمز given to recognize تعطى للاعتراف an achievement الاعتراف بإنجاز. هل هي an award اللي هي جائزة علمية
ولا ريورد مكافأة وعدم تبقى مالية، ولا جيفت هبة، ولا أورد عنبر. أورد هنا خد بالك منفصلة كلمة بمعنى إيه عنبر. 112 زي until they had furnished the flat. بقول لك زي بقى هقول ايه، زي don't marry ولا didn't marry ولا haven't married ولا hadn't married. طبعا زي didn't marry مش هيتجوزوا until they had furnished the flat. طبعا الاول had furnished هيفرشوا الشقة وبعد كده يتجوزوا. 113 he to enter the class يخش الفصل until he had apologized. عارفين until لو نبي وراها ماضي تام اهيا وراها had apologized اهي، يبقى قبلها ماضي بسيط، يبقى يا اما اخد didn't allow او wasn't allowed. خد بالك هنا الجملة هنا مبني المجهول، يبقى هو لم يسمح يخش الفصل ولم يسمح له، يبقى he wasn't allowed. وشوف الفرق بين الاتنين، هنا معلوم اخدت قبل until didn't والمصدر، هنا مجهول خدت wasn't والايه والمصدر. يبقى he wasn't allowed to enter the class، لم يسمح له بدخول الفصل، until he had apologized. 114 if he the match well، لو لعب المباراة كويس، he wouldn't have lost. لاحظ يا شباب الجملة التانية فيها ايه، wouldn't have lost، دي third conditional الحالة التالتة لا if. طالما wouldn't have lost participle يبقى هو ليه if he played have played play had played. طبعا هتبقى had played عشان third conditional الحالة التالتة اللي بتعبر عن الماضي. 115 they had read. كده بحمد الله انهينا الفيديو، نتمنى ان يكون عجبكم، نتمنى ان نكتب تعليق على الفيديو في نهاية الفيديو، ونفعل الجرس ونشترك في القناة ونشارك الفيديو على صفحات الفيسبوك والواتس، واهم حاجة نستفتح صباحنا بالصلاة على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله، مع تحيات مستر احمد بن موجه اول اللغة الانجليزية.